إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن من ناحية الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي وعلاقته بكبار السن مهم جدا هالموضوع. تقل طبعا مرونة الرئتين مع تقدم السن، ويصبح طبعا القفص الصدري أكثر صلابة مع ضعف عضلات التنفس، مما يؤدي إلى زيادة أمراض الجهاز التنفسي وخاصة عند المدخنين. وننصح إذا كان يعني كبير السن أحد المدخنين ننصحه بالإقلاع مباشرة والدخول في برنامج تأهيلي للإقلاع عن هذا عن التدخين مباشرة لكي لا يسبب أمراض، وهذه الأمراض قد يعني تتضاعف في الفترة القادمة. هذا بعض النصائح المهمة، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.